السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم طلابنا حيا الله بطلاب البطاقة طبعا الدكتور محمد أبو العسل مش بس بيكتفي أنه يشرح لكم المادة ولا أنه بيكتفي فقط أنه ينزل لكم البثوث اللي عم بيعملها للطلاب على البطاقة كمان بيعمل مراجعة زوم إلكم بينكم وبينه وندردش مع بعضنا يا سيدي العزيز ونراجع الوحدة اللي خلصناها عشان تجهزوا لي حالكم في امتحان مرتب بكره رح ينزل لكم بدكم تكونوا جاهزين لازم تكونوا عندي على مواقع التواصل الاجتماعي دكتور محمد ابو العسل وراح ينعمل لكم باذن الله تعالى هذا الامتحان وبالمناسبه لا تستهين فيه الامتحان بده دراسه الامتحان بده تركيز بدي اشوف نتائج كل واحد فيكم وبتعرفش ممكن اجمع نتائج الطلاب هذول واربح جائزه شيء مرتب وشيء فاخر على الاخر وشيء مرتب على المكتب. حياكم الله طلابي وانا ان شاء الله تعالى ما راح اطول عليكم لان الوحده اصلا انتم اخذتيها وصرتوا حافظينها وبفضل الله عز وجل بدات بالوحده الثانيه. بدات اصور بالوحده الثانيه يعني الوحده الثانيه اليوم بنزلكم او بكره بنزلكم فيها الدرس الاول. فبدنا نمشي وراح نمشي في الماده باذن الله تعالى بشكل صح ونعمل امتحانات مش المهم اشرح المادة واخلص ويلا هي خلصنا لا بدنا نخلص ونمتحن ونتاكد من انه حفظنا الماده وهذيك الساعه باذن الله تعالى راح يكون لنا لقاء طيب معكم في حفل مهيب تستحقوا بداية اللقاء بنقول اللهم لك الحمد حمد الشاكرين إلهي وسيدي ومولاي يا إلهي يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم الهي وسيدي ومولاي يا الله يا الله يا الله كن مع اخواننا المجاهدين في غزه وفي كل مكان اللهم كن مع اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم ارحم من عاش من اجل الاقصى وتوفي في سبيلك يا الله اللهم اللهم يا الله تقبلهم شهداء عندك يا الله اللهم نجح طلابنا ووفقهم ويسر امرهم واجعلهم يجيبوا العلام الكامل يا كريم ابدا معاكم بسم الله طبعا يا اخوان انا بتكلم الدرس الاول سورة البقرة تمام سورة البقرة انا راد اركز انه كم اية عندنا في سورة البقرة هي 286 اية ما راح احكي كل سؤال هاي مراجعة يعني اهم النقاط راح احكي فيها طيب السور السبع طوال في القرآن الكريم يا اخوان هذا متوقع السور السبع الطوال، أنا متأكد رح يجيكم سؤال ركز طلاب البطاقة، اليوم رح ننشر هذا الفيديو لكل طلاب المملكة. بس الفيديوهات والمراجعات الثانية رح تكون فقط لطلبة البطاقة معانا، بدون ما يطلبوا أنا شغال معاهم، وطلابنا الثانيين أنا مش مقصر لكن طلابنا لهم حق هؤلاء علينا. سور السبع الطوال في القرآن كن كم سبعة؟ سبعة. كم سورة دكتور؟ سبعة. اللي هن سورة البقرة. آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف يونس البقرة تعتبر من الأنعام البقرة تعتبر من الأنعام ونساء آل عمران نساء آل عمران وضعوا البقرة على المائدة لأن من أعرافهم أن يدعو آل يونس على الطعام شوفوا هالطريقة هاي المؤدبة والتي تحفظ هذه القيم لأسماء القرآن الكريم كيف جمعنا لكم إياها في عبارة واحدة طيب الآيات القرآنية دكتورنا نحفظ الآيات القرآنية وكذا يا أخواننا في أسئلة بتيجي في امتحان الوزارة تعتمد على أن طالب يكون حافظ يعني مثلاً واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هذول كم دعوة؟ أربع دعوات لازم تكون حافظين على الترتيب أنه هذا السؤال إجا وزارة شوفوا كيف نهتم بأسئلة الوزارة هذا سؤال إجا وزارة أعفو عنا أول إشي اغفر لنا ثاني إشي ارحمنا ثالث شيء فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين قولوا امين امين يا الله اذا بدي احفظهم فمن باب الاحتياط نحفظ الايات موضوعات الايات القرانيه عندي ثلاث ايات الايه الاولى والثانيه والثالثه هلا الايه الاولى اللي هي تشير الى عظمه الله عز وجل بعرفها من لله عظمه الله لله ما في السماوات وما في الارض حقائق الإيمان آمنة من حقائق الإيمان آمنة من مبادئ الشريعة الإسلامية الإسلامية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هي إحدى مبادئ الشريعة الإسلامية ليش؟ لأنه لازم أميز هاي الآية ضمن أي موضوع وهي الآية أي موضوع وهي الآية شو موضوعها؟ انطلقنا معاني الكلمات مهمة جدا يا اخواننا، المصير الرجوع، وسعها ما تقدر على فعله، لا تؤاخذنا، لا تعاقبنا، اصرا، الامر الثقيل الذي فيه مشقة، مولانا نصيرنا ومعوننا. يعني يا اخواننا ممكن يجينا في الامتحان الوزارة وردت في الآيات القرآنية في سورة البقرة المقررة حفظا وفهما كلمة بمعنى الأمر الثقيل اللي هي اصرا. كلمه بمعنى الرجوع اللي هي المصير وهكذا لازم نكون فاهمين طيب يا اخوان ايتين يعني من اي سوره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقرا قال من قرا بالايتين من اخر سوره ايش في ليله كفته سوره البقره سوره في القران الكريم وصف النبي صلى الله عليه وسلم خواتيمها بانها كنز تحت العرش سورة البقرة انطلقنا. طيب. الان يا اخواننا الكرام انا فيما يتعلق في الايه التي تشير الى عظمة الله عز وجل. احنا مجزئها دكتور مجزئ لك الى اربع اجزاء. سعة ملك الله وسعة علم الله وعندي رحمة الله وعدل الله وعنا قدرة الله عز وجل. لازم أميز كل عنوان من هذول العناوين مع الآية اللي لها. ملك الله لله ما في السماوات وما في الأرض يعني وكان الآية يقول لك لله ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض سعة علم الله وإن تبدوا وإن تظهر ما في أنفسكم أو تخفوا الله عز وجل يعلمه وسوف يحاسبكم به معنى الآية تشير إلى علم الله طيب شوفوا رحمة الله تعالى فيغفر لمن يشاء هي رحمة وعدل الله عز وجل ويعذب من يشاء إذا هنا رحمة وهنا عدل كمال قدرة الله واضحة والله على كل شيء قدير طيب لفظ ما في الآية القرآنية لله ما في السماوات وما في الأرض تشير على العموم تشير على العموم طيب لله ما في السماوات وما في الأرض الآية تشير إلى أن الإنسان في رعاية الله هذا سؤال بين الأسطر أن الآية التي تشير إلى أن الإنسان في رعاية الله لله ما في السماوات وما في الأرض وهذا دعوة للإنسان أن يعلم أن كل ما يملك هذا الإنسان من روحه من جسده من ماله وديعة مستردة انطلقنا ملاحظين الدكتور أبو العسل لا يتخبط معكم، مجهز ومحضر شو بده يعطي طلاب الشغلات اللي احتمال كبير تيجي في امتحان الوزاره. طيب، الله تعالى سيحاسب كل انسان على افعاله واقواله ايش؟ الظاهره. حكيت، اتصرفت، راح اتحاسب عليه. واما ما عقد الانسان العزم على فعله. ولم يفعله بدي أعمل إشي سيء بس ما سويته رايح أسرق ما سرقتش ناوي أغش ما غشيتش كأن حال حائل أو مانع بينه وبين تنفيذ هذا الفعل رايح على الامتحان وناوي أغش بس ما قدرتش أغش لأن المراقب واقف عندي هل أنا بتحاسب على هذه النية السيئه اللي كانت في قلبي علما اني ما غشيت اه لانه حال حائل ومانع بينك وبين فعل الحرام ضربنا مثال ان واحد يعد العده للسرقه مجهز حاله للسرقه لكن وجود رجال الامن منعه من فعل السرقه يحاسب على هذا الفعل ولا لا يحاسب يحاسب عليه فيحاسب شفته هي الشغلات بتيجي في الوزاره طب دكتور اذا هو عدل عدل يعني بطل عن السرقه من تلقاء النفس خوفا من الله يؤجر لا يعاقب بل ايش؟ بل يؤجر على عدوله عن القيام بما عزم عليه. يعني انا رايح بدي اغش في الامتحان بعدين قلت لا والله ما غاشش ولا, ولا راح ابني مستقبلي على الحرام، راح اتقي الله عز وجل وبحل اللي انا درسته. انت هنا ما بتتحاسب على النيه السيئه اللي انت نويتها بالاول وانما تؤجر لانك بطلت عن هذا الفعل لله تعالى. ان الانسان اذا هم او نوى ان يفعل امرا محمودا اشي كويس لكن لم يفعله لمانع ما فان الله يكتبه في سجل حسناته انت اجيت أخذت جواز سفرك ورحت على شركه حج وعمره وقلت لهم انا بدي اطلع على العمره بالتاريخ الفلاني قالوا لك هات الجواز وابشر خلاص ان شاء الله ولا هم يرنين عليك بالمدرسه عمي حبيبي ايها الطالب النجيب عندنا دوام ما قدرتش كان نفسك تروح تأدي عمره ورحت على الشركه وقلت لهم انا بعتذر عندي دوام بالمدرسه بطلت اطلع عمره كان هدفك كويس محمودا يعني هدف طيب والله الله عز وجل يقبله ومحبوب عند الله عز وجل ولكن ما قدرت انك تعمله انت هنا تؤجر على هذه النية الطيبة رحنا حديث النفس ناوي بإذن الله تعالى أول ما تطلع نتائج التوجيه اني اطلع وازمر واجلد كل الناس وما اخليش واحد ينام يعني نية سيئة بس هذا جوا قلبك هيك هيك يعني انت ما حكيتش فيها ولا اي شيء. تمام بس جوا القلب يعني عرفت وبعدين بطلت هل تحاسب على حديث النفس اللي جوا قلبك واحد جوا قلبه جوا هيك جوا صدره هيك تمام أه سبعة واحد ما حكاش ما نطقش فيها تمام ما نطقش فيها تعال شوفوا لي حديث النفس لا يبلغ به درجة العزم على التنفيذ، يعني ما 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 طبقه تمام؟ لا يحاسب عليه. أنت جوات قلبك إذا بدي أشوف فلان بدي أضربه. جوات قلبك، هل هاي النية رح تتحاسب عليها؟ ناوي أنا هناك يا إخوان شو حكينا؟ قلنا عديت العدة للسرقة وعديت العدة للغش لكن حال حائل هنا لا عديت عدة ولا عبالك حديث نفس بس هيك شفتوا الفرق فهناك يا إخواننا بتحاسب عليه بس هنا لأنك ما عديت عدة وحديث نفس ما بتتآخر عليه طيب أني الآية يا إخواننا الكرام اللي بتيع أنه يجب على المسلم أن يستحي من الله عز وجل فيما يهم القيام به اللي هي قول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله طيب هاي حكيناها اللي هي فيغفر من يشاء تمام اللي هي الرحمه ويعذب من يشاء بعدل الله تقديم المغفره على العذاب فيغفر اجت بالاول ويعذب اجت بعدين بيان لسعه رحمه الله تعالى وان رحمه الله عز وجل تسبق غضبه انطلقنا انطلقنا طيب التصديق الجازم بأركان الإيمان جميعا هذا أمر لا يصح إيمان المسلم بدونه يعني أنا ما بصيرش أني أكون مسلم إلا إذا آمنت بأركان الإيمان زي إيش الإيمان بالله شوفوا إحنا نتكلم عن أركان الإيمان الواردة معنا في سورة البقرة هنا في آياتنا أول شيء في عنا الإيمان بالله عز وجل وهو الاعتقاد الجازم الجازم يعني مية بالمية أن الله سبحانه وتعالى الإله المستحق للعبادة والإيمان بالله عز وجل هو أول أركان الإيمان إذا أول أركان الإيمان هذا سؤال مهم وهذا سؤال للأول ابتدائي على فكرة مش للتوجيه هو الإيمان بالله طب الملائكة كيف يا أخواننا أهل الجاهلية كانوا يعتقدون بالملائكة أهل الجاهلية كانوا يقولون أن الملائكة هم بنات الله استغفر الله العظيم وهذه معتقدات باطنة انطلقنا احلى والله مراجعة يا اخواننا لأهم الأمور وقالوا سمعنا وأطعنا هذه الآية تشير إلى الإيمان تصديق وإقرار وخضوع سمعنا وأطعنا وين الآية التي تشير إلى أن المسلم أو المؤمن يجب أن يصدق ويقر ويخضع لله عز وجل وقالوا سمعنا وأطعنا إذا أنا بدرس عن فهم أنا بدرس عن فهم. ما بدرس هيك حكي فاضي، مش بقرا الدرس وبمشي. لا. طلابنا على البطاقة الدرس مشروح إلك وبدقة. وهي عندك مراجعة للوحدة يا سيدي العزيز، وجهز حالك بتدرس كويس لأنه بكرة في عندك امتحان. طيب، الإيمان الجازم باليوم الآخر، أني الآية اللي بتحكي لي من آيات الدرس أنه في عنا يوم آخر وإليك المصير قلنا شيء عن المصير يا طلابنا يا حلوين يعني الرجوع والرجوع لمين يا سيدي إلى الله عز وجل إذا في عنا يوم آخر طيب عنا يا جماعة الخير نتكلم إحنا اشتملت آيات الدرس من سورة البقرة شوفوا ما أجمل دوسية البيان دوسية البيان خطها كبير وواضح وخطها مريح للعين وشامله وكامل ووافيه باذن الله تعالى هي دوسيه اوائل المملكه. امران يعدان من مبادئ الشريعه. شو عندي؟ يسر الشريعه وسهوله احكامها، هي اول مبدا ويشير اليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها ومسؤوليه الانسان عن عمله. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت في فرق بين كسبت واكتسبت في وحده في جانب الطاعات واحدة في جانب المعاصي واحدة في جانب الحسنات واحدة في جانب السيئات أنيلي بالحسنات وأنيلي بالسيئات هسا بنشوف كمان شوي صغيرة بقول لك التكاليف الشرعية فيها شيء من المشقة لكنها محتملة بتصوم رمضان بتتعب لكن بتموتش بتحج لكن يا سيدي متعب لكن ترجع وبترتاح بتقوم تصلي الفجر بتكون نعسان بس يا سيدي مش مشقة محتملة لكن يا اخواننا إذا زادت المشقة على الإنسان فقد شرع الإسلام له الرخصة. الرخصة، زي ايش دكتور عندنا رخص في الشريعة الإسلامية؟ جواز الإفطار في شهر رمضان للمريض والمسافر. جواز الإفطار في شهر رمضان للمريض وللمسافر جائز أنهم يفطروا، شو الحكم الشرعي؟ كاتبين لنا الجواز. كنت أحكي قبل شوي عن اكتسبت وكسبت. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت اني اجت بالاول دكتور اجت بالاول كسبت بعدين اكتسبت طيب اكتسبت في جانب السيئات اللي فيها حروف اكثر اللي فيها الهمزه هاي تمام اللي فيها التاء هون هيا اخواننا الكرام تعطيني جانب السيئات اكتسبت لانك هون انت فيها اكثر فانت هون زودت حالك سيئات وعليها ما اكتسبت. ثقل السيئة على صاحبها، شوفوا حتى كلمة اكتسبت أثقل من كسبت. كسبت سهلة، اكتسبت تشير إلى الثقل وهي ثقل السيئة على صاحبها. أما كسبت فهي في جانب الحسنات والطاعات. هي مهمة جدا. خليك مع أبو العسل وانسى اللي حصل، تعالوا. انطلقنا. بهمش قاعدين شيء شوف أنا هون عدت لك مرة ثانية، قضية كسبت واكتسبت لأهميتها، دوسيت البيان والله بإذن الله تعالى غير تعطيك العلامة الكاملة. طيب، ختمت الآيات بأربع دعوات: وعفو عنا واغفر لنا، حاطط لك خط سبحان الله، وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أربعة، وعلى الترتيب لازم. هلا شو الفرق بين العفو والمغفرة؟ العفو أن يتجاوز الله عز وجل عن ذنبك ويترك معاقبتك على هذا الفعل. التجاوز، التجا أول ما نقول التجاوز اللي هو العفو. يعني الله عز وجل أنت تقر بالذنب لكن الله عز وجل يغفره لك، يتجاوزه عنك ولا يعاقبك عليه أصلاً. وترك المعاقبة، ترك المعاقبة بتكون بالعفو يا إخواننا. طيب يا دكتور محمد وطلب المغفرة المغفرة انه يا رب استر علي خلص يا رب سامحني بعد ما ربنا يعاتبك يسقط الذنب عنك ويمحوه لكن هون يترك المعاقبة فلذلك في ليلة القدر اذا شكينا انها ليلة القدر نكثر من الدعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا الرحمة جمعت ما بين العفو والمغفره ايش هو اللي جمع بين العفو والمغفره الرحمه مع الاحسان زائد الاحسان وتفضل الله على العبد وانعامه عليه في الدنيا وعدم معاقبته في الاخره يعني هاي الرحمه شملت العفو والمغفره عشان لهيك لما يموت مسلم شو بنقول الله يرحمه ما بنقول الله يعفو عنه الله يغفر له وبس الاشمل رحمه الله عز وجل وان رحمتي وسعت كل شيء رحمة الله عز وجل طلب النصر أي الغلب على الأعداء الظالمين اللهم يا الله لما في ذلك من عزة اللهم يا الله انصر أهل غزة يا الله رحنا انطلقنا 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 يا اخواننا يا حبايب روحنا 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 بكفي الدرس هذا له مراجعه نروح على الدرس اللي بعده مكانه السنه النبويه تعريف السنه النبويه كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه خلقية، خلقية عليها ضمه فهمتوا؟ انتميت بالتعريف رحت على الشغلات اللي أنا بدي إياها بدي هون علاقة السنة بالقرآن الكريم سؤال رح يجيك في امتحان الوزارة إذا مش سؤال اثنين عن علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم أول علاقة اللي هي قضية التأكيد تأكيد ما جاء في القرآن الكريم من أمثلة التأكيد بهمني قضية مثال التأكيد إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس، ما بصيرش آخذ من واحد فلوس إلا بطيب نفس منه، اتسلبط عليه بشغلة بغرض إلا بطيب نفس منهم وهذا الحديث فيه تأكيد لما جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذا العلاقة ما بين الحديث هذا والآية هذه اللي هو تأكيد ما جاء في القرآن الكريم نيجي إلى تفسير ما جاء في القرآن الكريم وبيانه إن الآية القرآنية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس لتبين بس هم مش هبايل يجيب لك تفسير وبيان رح يجيب لك تفسير ما جاء في القرآن الكريم وهي الآية بتيجي يا أخواننا هذا الجدول بتحفظه خاوة بهمنا جدا في عندي يا أخوانا الكرام أكثر من مجال على أن السنة النبوية تفسر وتبين ما جاء في القرآن الكريم وعلى سبيل المثال إذا بدنا نأخذ في مجال العقيدة قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون جاء لفظ الظلم في الآية الكريمة بشكل عام يشمل كل ظلم فهل المقصود في هاي كلمة الظلم هي الظلم ولا المقصود فيها الشرك بالله عز وجل المقصود اجت السنة النبوية وبينت ان المراد بالظلم هو الشرك المراد بالظلم هو الشرك اذا من اللي بيّن ليها قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون ليس الظلم يعني انواع الظلم وصور الظلم لا وانما هو الشرك كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الآية جاءت على لسان لقمان، وهي تفسر أن المقصود بالظلم هو الشرك بالله عز وجل، وهذا يندرج ضمن أي مجال؟ مجال العقيدة. هذا الكلام إحنا شرحناه كويس على البطاقة. العبادات. يقول الله: "وأقيموا الصلاة"، أكيد الصلاة عبادة. طيب يا رب، كيف أقيمها؟ الآية ما بينت لي كيفية الصلاة وتفاصيل الصلاة. اجى النبي صلى الله عليه وسلم بالسنه وبين لي عدد الركعات واوقاتها وسننها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه صلوا كما رايتموني اصلي، هلا في امتحان الوزاره ممكن بس يجيب لي هذا الحديث شو علاقته بالقران الكريم اللي هو يا اخواننا تفسير وبيان ما جاء في القران الكريم مفهوم؟ ضمن اي مجال؟ مجال العبادات تعالوا للمعاملات معاملات يعني في فلوس في الموضوع من بعد وصية يوصين بها أو دين طيب يا رب كم مقدار الوصية لم تذكر الآية مقدار الوصية إجا النبي صلى الله عليه وسلم وقالنا أن الوصية يجب أن لا تزيد عن الثلث فقال الثلث والثلث كثير إذا بيان وتفسير ما جاء في القرآن الكريم تندرج ضمن المعاملات المطعومات الاكل والشرب ما احنا مش شاطرين غير في الاكل والشرب مصبوط؟ الاكل والشرب حرمت عليكم الميت والدم هسه هاي الآية ما فرقت قالت لك كل أنواع الميت حرام وكل أنواع الدم حرام بجوز أنت لأنك مش دارس معي تقول لي آه طب هو كل أنواع الميت حرام وكل أنواع الدم حرام لا يا سيدي في عنا ميتتان حلال وعنا دمان حلال شو هني اجى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى لنا تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف فسر لنا اياها قال النبي صلى الله عليه وسلم انه احلت لنا ميتتان ودمان الميتتان الحوت والجراد الدمان الكبد والطحال اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى استثنى من هذا العموم ميتتان الحوت يعني يا اخواننا المقصود فيها السمك الحوت اللي هي اللي هي الاسماك البحريه تروح على العقبه بتصيد سمك والله وكيلك على الشط بترمي هالسناره ولا انت صايد لك سمكه هالقد مش عم طالع, ايه؟ طالع ايدي كلها تمام هالقد جدي؟ هالقد جدي؟ هالقد جدي؟ هالقد انا هون بحكي بكتفي هالقد انا بشرب اصبعي هالقد تمام اه تفكرون لا هذا بنص البحر بتلقوهاش روحوا يا كبير تعرف أن السنة النبوية قد تأتينا بأحكام مش موجودة أصلا في القرآن الكريم أعرف آه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله له السنة النبوية تحريم 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 وجوب تحريم جواز هذا الحكم الشرعي بيهمني مش تحفظني بس العبارة وهيك لأ تحريم كل ذي ناب من السباع يعني الحيوانات المفترسة الأسد والنمر والبس والكلب والحيوانات اللي بتأكل لحوم لا يجوز أكلها لأنها إلى أنياب فلا يجوز أكلها إجا تحريمها بالسنة طيب تحريم الجمع جمع الرجل في الزواج بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها واحد تزوج صبية وهي على ذمته بيروح يتزوج عمتها أو خالتها بزبط لا لا يجوز أن يجمع في ذمته بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها طيب لحوم الحمر الأهلية حرام الحمار الله يعزنا جميعا اللي بنشوفه مع الراعي مع الرعيان بيركبوا عليه طيب وانت بتدفع نص عشان تتصور معاه وتركب وانت كيف فاكر حالك يعني فارس بني عبس الثاني كل يراكبوا حمار يعني هم هم مصدق الله وانت تنزل عن ظهره يعني تمام تلاقي وزنك القدي فيا العزيز اكل لحم هذا الحمار حرام لم يرد في القران وانما ورد في السنه تحريم الذهب على الرجال ما ورد في القران لكن ورد في السنه وجوبه صدقه الفطر شو حكم صدقه الفطر اللي برمضان اخر ايام شهر رمضان واجبه جواز المسح على الخفين لما احنا نكون نمسح على جرباتنا يا جماعه الخير او على حذائنا اللي يكون مغطي على كعب الرجلين ونكون لابسينه على وضوء هو جائز. اه بنتعب عشانكم ليش لا؟ شو واجبي تجاه السنه النبويه يا اخوان؟ اول شيء اتمسك بالسنه والتزم بها وهذا اعظم الواجبات. هو اعظم الواجبات. فإن تنازعتم في شيء فردوه شو المقصود بالرد اللي هو إرجاعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو إلى سنته بعد وفاته أتعلمها وأعلمها للناس بدليل نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها اتعلمها فوعاها هو تعلمها وبلغها للناس علمها للناس طيب في عندنا جهود حفظت السنة النبوية تعالوا لجهود جهود العلماء قديما عندك البخاري ومسلم كل واحد فيه له كتاب اسمه الصحيح عندك الإمام مالك في كتابه الموطأ جمعوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد في كتابه المسند ومهم جدا 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 اسم الكتاب مع مؤلفه مهم في ناس شرحت السنة هناك جمعوا هنا شرحوا شوفوا عندي ناس جمعوا جمع الآن شرح من عندي ابن حجر العسقلاني شرح كتاب البخاري فألف ابن حجر كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري الإمام النووي شرح صحيح مسلم فألف كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم ان شاء الله تكون وصلت الفكره يا رب يا الله انطلقنا المثلثات الحمر هاي شو بتذكركم الدرس اللي بعدي على الدرس اللي بعدي يلا اليوم الاخر اليوم الاخر اليوم الاخر احداثه اثار الايمان به شو عندنا دكتور محمد طبعا يا اخوان الكرام في عندي علامات الساعه الصغرى وعلامات الساعه الكبرى هلا علامات الساعه الصغرى في عندنا بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتضييع الامانه هاي علامات الساعه الصغرى عندي علامات الساعه الكبرى طلوع الشمس من مغربها شو المقصود بالايمان باليوم الاخر وانا بدي اؤمن باليوم الاخر بس انا مش عارف يعني الايمان باليوم الاخر هو الاعتقاد الجازم جازم حكينا قبل شوي يعني بالمئة بوجود حياه ابديه بعد الموت طيب اليوم الاخر دكتور متى بيبدا متى بيبدا بالنفخه الاولى طيب وتنتهي احداثه بدخول الناس الجنه او النار انطلقنا باخذ الشغلات اللي انا بدي اياها شايفين احداث اليوم الاخر هي الثمانيه هذا تنحفظ على الترتيب لان انا متوقع سؤال يجي في امتحان الوزاره اربع احداث او خمس احداث على الاغلب اربعه مخربطات الف باء جيم دال نفس الاحداث موجوده بألف موجوده في باء موجوده في جيم موجوده في دال لكن في وحده من هذول الف باء جيم دال حطت الاربع احداث على الترتيب وبالمناسبه احتمال تجينا من هون لهون وبالمناسبه انا مسكين وعلى باب الله النفخه الاولى شو بيصير فيها يموت من في السماوات ومن في الارض أني الايه التي تشير الى بدايه اليوم الاخر وعلى النفخه الاولى ونفخ في صور فصعق من في السماوات ومن في الارض. حلو. هاي النفخه الاولى تحدث لها أحداث كونيه، بصير في لها احداث كونيه زي شو دكتور؟ تنشق السماء، تتناثر النجوم والكواكب، تتفتت الجبال، تختلط البحار بعضها ببعض. متى؟ في النفخه الاولى. وهي الآية إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت تشير إلى قضية النفخة الأولى وجابوا لنا هي الآية يا إخوانا الكرام وزارة يعني بدقق لك كل درس بدرسه شو إجت أسئلة الوزارة اللي عليه قالوا لنا أني الآية التي تشير إلى بداية اليوم الآخر هي هو نفخ في الصور ونفخ فصاعقة يكون الطالب فاهم مع أبو العسل لأن أنا بشتغل على الفهم أنا بشتغل على الفهم مش بشرح بقرأ قراءة ويلا مشي وخلصنا يلا لا فصاعقة يعني فمات من في السماوات ومن في الأرض الموت بيكون بالنفخة الأولى إذا هذا الآية تشير إلى الحدث الأول اللي هو من أحداث اليوم الآخر النفخة الأولى طب النفخة الثانية إلها اسم يا أخوان اسمها نفخة البعث شو بصير فيها يبعث الله الناس أحياء بعد أن كانوا أمواتا في قبورهم كيف بدي أعرف الآية هاي أنه ثم نفخة فيه أخرى يعني النفخة الثانية يجمع الله تعالى البشر كافة بعد بعثهم في مكان واحد يسمى فراغ بيجي في امتحان الوزارة هون يسمى المحشر إذا أنا بتكلم عن المحشر يوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر اذا الايه تشير الى قضيه الحشر في الحشر المؤمنين كيف بيكونوا؟ المؤمنين بيكونوا في امن وطمانينه طب الكفار كيف بيكونوا في اهوال عصيبه وظروف قاسيه عطش شديد يملا الخوف قلوبهم مما ينتظرهم من الحساب انطلقنا الشفاعة الكبرى هلا النبي صلى الله عليه وسلم بس الناس يعني يطول انتظار الناس لبدء ايش؟ لبدء الحساب. حطوا عليها دائرة. وفي وين بكون الحساب؟ في أرض المحشر. الحساب وين بكون؟ في أرض المحشر. يصل فيهم الهم والغم والكرب والعطش ما لا يطيقون، بصيروا يروحوا على الأنبياء. وكل نبي من الانبياء وكل رسول من الرسل بيقول انا لست لها لست لها الا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي فيقول انا لها متى يقولها النبي صلى الله عليه وسلم هنا يا إخواني الكرام انا لها ايش اللي هي انا لها شفاعة الكبرى اه افهم افهم مش تحفظ لي وبس انا لها انت من هي بعرفش بس هو حكى هيك ما بينفع الشفاعة الكبرى فيقبل الله تعالى شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لايش لبدء الحساب رجعنا لكلمه بدء الحساب لان الشفاعه الكبرى ان النبي صلى الله عليه وسلم بطلب من الله ان يبدا بالحساب فيكون الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اول شفيع للخلق الخلق اول شفيع للخلق الخلق الحبيب صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد العرض يأخذ كل واحد صحيفة أعماله التي سجلتها عليه الملائكة في الحياة الدنيا وين في أي حدث من أحداث اليوم الأخر في العرض كل واحد بيستلم كتابه تعالوا للحساب توزن الأعمال بميزان العدل الإلهي اذا قضيه الميزان انت لما تروح محل الخضار والفواكه مش بتحط الاغراض اللي اشتريتها على الميزان ليش مش عشان تحاسب اذا كلمه الميزان بتذكرك بالحساب ونضع الموازين القسط يعني العدل ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكيف بنا حاسبين ممكن ما يكملوا لك الآية بس انت شاطر لما تعرف تشوف كلمة الموازين بتعرف بانه الميزان عشان الحساب. المرور فوق الصراط، شو هو الصراط؟ جسر محطوط فوق جهنم، كل الناس وكل المخلوقات بتمر عنه. اللي بتجاوز بيدخل الجنة ومن يسقط عنه يدخل النار. أول من يجوز من الرسل بأمته مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. بحب اعطيكم شغلات من الاسطر <applause> خطير ابو العسل طيب عندنا صور الشفاعة الصغرى صور الشفاعة الصغرى احنا حكينا الشفاعة الكبرى انه النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله ان يبدأ بالحساب لكل الناس صح؟ اه تعالوا الصغرى شوفي عندي الشهيد يشفع في سبعين من اهل بيته والله اهل غزة لما بيجي يشفعوا لاهل بيتهم يلقوهم برضه هم شهداء زيهم اللهم تقبلهم عندك شهداء قولوا آمين. امين الطفل الصغير يشفع لابويه اذا صبرا واحتسبا لفقده الاعمال الصالحه تشفع لصاحبها زي شو دكتور عندك الصيام اللي بيحب يصوم ايه يا رمضان وتوجيه طم حاضر. صوم انت ساكت منعني والله انت لو قدامي ترى بتفسخ حلقه ولا كلمه يشفع لصاحبه منعه الطعام والشراب مرضاة لله القرآن الكريم الذي هجره كثير من الناس يشفع لمن كان يتلوه أو يحفظه زائد يعمل به أهل القرآن نيالهم أثار الإيمان باليوم الآخر أنا أمنت باليوم الآخر أنت أمنت باليوم الآخر سنان حواري آمن باليوم الآخر على فكرة سنان حواري على فكرة عنده بث على الساعة سبعة يا إخواننا الكرام نصائح رهيبة جدا رح يطلع لكم اليوم ببث مباشر الأستاذ سنان حواري رح يطلع ببث مباشر يعطي نصائح للطلاب اسمعوها وطبقوها اليوم على الساعة سبعة آثار الإيمان باليوم الآخر أول شيء المداومة على فعل الطاعات والأعمال الصالحة مدام أعمال صالحة ببتعد عن الذنوب والمعاصي ولا أتعلق بالدنيا وأطلب ملذاتها بطرق غير مشروعة بتهمني الآية على فكرة احتمال تجيني هاي الآية في امتحان الوزارة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل تشير الآية إلى إحدى آثار الإيمان باليوم الآخر، شو هي؟ عدم التعلق بالدنيا وطلب ملذاتها بطرق غير مشروعة. وعندنا تحقيق في الطمأنينة. حياة البرزخ اللي هي نفسها حياة الإنسان في قبره، وهي لا يعلمها يعني ما بنعرف فيها إلا الشغلات اللي الله عز وجل ذكرنا إياها في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم خبرنا فيها بالأحاديث الصحيحة. في حياة الإنسان في قبره تمام؟ تعرض عليه يعرض عليه مقعده بالغداء اول النهار واخر النهار متى في حياه البرزخ حياته في قبره تعرفوا انه الانسان اذا مات بضل عداد حسناته شغال اذا عمل هذول الثلاث شغلات او واحدة منهن صدقه جاريه علم ينتفع به كيف انت الان تيجي تنشر اصحابك وتنشر لهم هذا العلم وتعالوا احضروا البث وتعالوا احضروا بث الدكتور ابو العسل تمام هذا يا اخوان الكرام علم تنشره للناس ياتيك في قبرك يوم ان تموت بعد عمر طويل ورد صالح يدعو له انطلقنا على الدرس الاخير في هذه الوحده مراعاه المصالح في الشريعه الاسلاميه يا اخوانا المصلحه هي المنفعه التي يحصل عليها الناس وتجلب لهم المنفعه طيب هاي المصلحه يا اخواننا الكرام إما أن تكون مصلحة معتبرة أو ملغاة أو مصلحة مرسلة هلا هل المصلحة المعتبرة قبلها الشرع وأخذ بها مثل أن الخاطب ينظر إلى المخطوبة بدك تخطب وحدة تخطبها بدون ما تشوفها ليش أكشط واربح ليش حذر فزر بدك تشوفها بدك تصبح بخلقتها وانت نفس ليش إيه؟ ما هم يورجوني صورته ورجوكي صورته وهو عمره 22 سنه ما ورجوكيش صورته وهو عمره 32 سنه خليني سأ... بحبش احكي انا مشكلتي بحبش احكي طيب اذا يابا النظر الخاطب النظر في النظر الخاطب الى المخطوبه هاي يابا مصلحه معتبره الملغاه رفضها الشرع وما اخذ بها رفضها شا. مثل بيع الخمر لما فيه من ربح، هذا اللي ببيع خمور بربح لكن هي الربح مصلحه له، الاسلام وافقوا عليها؟ لا، قال له هي مصلحه ملغيه. المصلحه المرسله، مصلحه يا اخواننا الكرام لم يرد في الشرع ما يدل على قبولها او رفضها، ما فيش. زي قضيه المحاكم الشرعيه، لكن يا اخوان هي المصالح المرسله بتحقق للمسلمين منفعه، ليش لا؟ هاي هاي اخواننا ركزوا معي طلابي هاي متوقع وزاره اعطيني امثله دكتور على ان الصحابي اخذوا بالمصحف المرسله جمعوا القران الكريم في مصحف واحد عمر بن الخطاب اقترح على ابو بكر الصديق رضي الله عنه ان يجمع القران الكريم في مصحف واحد بعد حروب الرده طيب عثمان بن عفان اقترح عليه الصحابي حذيفه بن اليمان رضي الله عنه ان ينسخ القران الكريم عده نسخ بسبب اتساع الدوله الاسلاميه ودخول غير العرب في الاسلام. معلومات حلوه وسريعه بس والله متوقعه ومش بس هي. انشا عمر من الخطاب الدواوين وانشا عثمان بن عفان دور القضاء اللي هي المحاكم، هي كلها مصالح مرسله. طب في شروط دكتور عشان احنا ناخذ بالمصالح المرسله طبعا الا تعارض حكما ثبت بنص او اجماع الا تعارض حكم ثبت بالقران او بالسنه او اجماع المسلمين لا يصح مساواه بين الابن والبنت في الميراث لانها تخالف نصا ثبت بالقران الكريم ان تكون المصلحه عامه وليست خاصه شوفوا الاسلام حرم الربا لانه اللي بينتفع من الربا فقط الانسان اللي بداين الناس المرابي بيعطيهم ألف برجعوا له اياه 1200 هو وحيد المستفيد وبقيه المجتمع مش مستفيده متضرره فالاسلام لغى هذه المصلحه اللي للمرابي اللي بتجي من وراء فلوس ان تكون المصلحه حقيقيه وليست وهميه هيجبوها وزارة اه طلابي طلابي على البطاقة ركز ركز في عندي مثالين عدم القصاص من القاتل حفاظا على حياته هاي هاي تعتبر مصلحة وهمية الإسلام لا يقبل بها لأنه بكثر القتل بين الناس وتستباح الدماء وعندك كذلك القتل الرحيم وعندك كذلك القتل الرحيم هاي اللي اجت وزاره يا اخوان هاي اللي جابوها وزاره القتل الرحيم تمام تعتبر مصلحه وهميه بيجوا انه حياه المريض عشان يريحوا من اثار الالم مين قال لك تقتلوا الثاني سؤال 11 اخواننا في احكام شرعيه استند عليها العلماء بناء على ايش على على المصلحه المرسله جواز تسعير المواد والسلع التي تلزم الناس في حياتهم انا شفت الاستاذ سنان هسه قبل شويه اه بكل استوديو اربعه بدنا اياه بدنا اياه لانه الشباب حابين يشوفوه الطلاب حابين يشوفوه يلا, يلا جواز تسعير السلع والمواد هاي يا اخواننا استنبط هذا الحكم من المصلحه المرسله طيب استخدام الطرق الحديثه في المساعده على الانجاب شو حكمها جائز شو حكمها؟ جائز فلذلك يا اخواننا هذا الجواز وهذا الحكم الشرعي جاء من خلال المصلحة المرسلة لأنه بحقق للزوجين مصلحة اللي هي الحفاظ على النسل الحفاظ على النسل تشريح جثة الميت لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي شو حكمه جائز جائز تمام فلذلك يا إخواننا الكرام بدكم تكونوا عارفين انه هاي الاحكام الشرعية ثبتت للعلماء من خلال المصلحة المرسلة مستوعبين انا اليوم خلصت معاكم المراجعة بس عطيك ما خلصش اللقاء لانه اجى صديقي وحبيبي والغالي على روحي طبعا يعني استاذ سنان حواري عليكم. زعيم ومعروف يعني وناس انولدوا ورضعوا لبان اللغة العربية أبدا سبحان وصحيح. الله العظيم وعنده هسة قبل شوي شو حكيت لكم عنده بث على الساعة سبعة اللي ما بيحضر بنفخ عينه عنده نصائح يعني واحد يا أخوانا الكرام زمان كان إذا واحد يعطي ثاني نصيحة يعطيه جمل بدل النصيحه آه هاي نعم اليوم صحيح. احنا مش جايين احنا جايين لك واستبي مع البث يا سيدي صفحتك اليوم رح يكون الطلاب عليها موجود اه إن شاء اللي هي ان شاء الله, إن شاء الله. اللي هي سنان, سنان حواري سنان حواري يوتيوب كله موجود ان شاء الله وعلى صفحتي كمان طلابنا الكرام ابدا احنا جاهزين لكم شوفوا نصائح مراجعات وشغالين وكذا الى قديش مشيت معهم بالبطاقه بالبطاقه اعطينا درس 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 للساني يعني. اه انا بحكي لطلابي يعني شغلتين عشان عندي لايف اول شيء يعني انا اعتز بوقفتي بجانب الدكتور الله يكرمك امام من جمع القلوب وطرح الرسوب ولم يقبل القسم في النجاح الله. الاستاذ الدكتور محمد ابو العصر الله يكرمك ثانيا انا مع الطلاب الان بمرحله لا تكن لينا فتعصر ولا تكن قاسيا حلو فتكسر حلو يعني نشوي هلا على نار هاديه لانه مادتنا لسه دليل المعلم مصر. يعني اللي مش فاتح مادي بيقدر يخش معك شوي شوي ويهدي افضل افضل وقت الان يعني. أفضل حلو وقت الان حلو 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 اذا معناته طلابنا الكرام عليكم بالنصائح اللي راح احكي لكم اياها زميلي وحبيبي الاستاذ سنان حواري فان شاء الله تعالى هي سبيل لكم للنجاح طلاب تعالى. البطاقه بكره عندنا امتحان اوه ولع الدوري ما فيش عندي بفرمك بفرمك وفي جوائز ان شاء الله تعالى اخر الفصل إلكم ولع الدوري سيدي السلام عليكم السلام عليكم جميعا يعطيكم العافيه